it's formed or composed from the three main elements of the connective tissue اللي هي cells والفايبرز بالإضافة إلى the ground substance أو الماتريكس. Supporting connective tissue. نعم. ما واضح الصوت؟ نعم بجزء ما أعرف. الكل واضح الصوت؟ كل أبدا ما واضح الصوت. واضح الصوت بس أكو صدى بي دكتور. صدى بالصوت بس واضح بس في صدى. شلون أعالج؟ والله ما أعرف. هسه. موجود دكتور بس مو كلش مأثر. جاي. عندنا supporting connective tissue اللي هي cartilage and bone. Cartilage and bone. فأنت تواجد supporting connective tissue داخل human body. إذا كان الإمبريو the skeleton of the embryo أول ما يتكون skeleton ككل إذا كان cartilage أو bone أول ما يتكون داخل الإمبريو هو as a model of hyaline cartilage إذن cartilage قبل 12 weeks or before the 12 weeks of development all the skeleton of the embryo as hyaline cartilage. بعد ال 12 weeks of development تبدأ تتغير الكارتليج وخاصة عندنا long bones والshort bone والregular bones والbase of the skull تبدأ تتغير من hyaline cartilage إلى bone. بالأدلت هنا قسم من البونز تتحول من كارتليج إلى بون وقسم هي من الأصل كانت عبارة عن بونز مثل الفلات بونز اللي موجودة بالكرينيال كيفيتي. يعني هنا بعدين نأخذ the development of the bone راح نقول two type of the development of the bone. First one نسميه intramembranous bone development واللي هي مباشرة تكون بون مباشرة دون المرور إلى الكارتليج. والنوع الثاني الانتراكارتليجنس بون ديفلوبمنت بمعنى آخر يعني الكارتليج يتحول إلى بون. هنأخذها بالتفصيل إن شاء الله من نأخذ البون. الكارتليج كذلك supporting connective tissue موجودة بمكانات محددة بالهيومن بادي إذا كانت بالنوز إذا كانت بالإير إذا كانت بالتراكيا إذا كان باللارينكس إذا كانت بالنهايات الريبس الارتيكولار سيرفيسز اللي موجودة بالبون السكيلتون اوف ذا امبريو هذه كلها هي عبارة عن كارتليج وهي الكارتليج هم على شكل أنواع وحتى البون راح نجي عليها راح نلاحظ على شكل أنواع إذا كانت سبونجي بون أو إذا كانت كومباكت بون نأخذها بالتفصيل إن شاء الله خلال هذه المحاضرة. نبدي بالكارتليج. بالنسبة للكارتليج والبون كفانكشنز هي سبورت. الكارتليج والبونز give support بالإضافة للبروتكت أو بروتكشن. يعني بالنسبة مثلا البون بالتشيست الريبس الستيرنم حتى الفيرتبرال كولومن تعتبر as a protect للسبانال كورد protect للبرين بالنسبة للكرانيال كافيتي بروتكت للتشيست للهارت بروتكت للاي بروتكت للاير هذه كلها از سبورت اند بروتكت بالاضافة الى تساعد بالموفمنت كسكيليتون also consider as a storage خاصة البون للكالسيوم والفوسفورس salt وكذلك الستورج اوف ذا فاتس within the bone marrow cavities خاصة بالأدر ذلك يعتبر site of the hematopoiesis يعني الجزء اللي يكون لي the blood forming cells هو الجزء اللي يكون the blood forming cells بالأدلت نسميه الـ hematopoiesis system أو الـ hematopoiesis tissue موجود within the bone marrow داخل البون إذا كان bone marrow cavity وإذا كان bone marrow spaces هاي تقريبا المين فانكشن of the skeleton or the skeletal system
نبدي بالكارتليج. الكارتليج as a connective tissue composed from cells, انواع من السيلز، ومن هاي انواع من السيلز اللي هي الكوندروبلاست، اول نوع كوندروبلاست، والنوع الثاني يسميه كوندروسايت. كوندروبلاست النوع الاول، النوع الثاني كوندروسايت. واذا تتذكرون بالاسبوع الماضي من قلنا الميزنكيمال سيلز، ميزنكيمال سيلز اذا كان عندنا كونكتيف تيشو بروبر، ميزنكيمال سيلز تتحول الى شنو؟ اذا كان كونكتيف تيشو بروبر هاتفيه الى فايبروبلاست، واذا كان كارتليج تتحول الى هاتفيه كوندروبلاست. فاذا عندي ان انا اول نوع من السيلز اسميها الكوندروبلاست. الكوندروبلاست شنو قلنا تنطي؟ تنطي الكوندروسايت. كوندروبلاست تنطي الكوندروسايت. فهذه اذا المين سيلز which presents within the cartilage، كوندروبلاست والكوندروسايت. الكوندروبلاست هي الستركتشرال سيلز اوف ذا كارتليج بانواعها، اذا كان هايلين كارتليج، واذا كان الاستيك كارتليج، واذا كان فايبرو كارتليج. كوندروبلاست بالتطور مالتها راح تتحول الى كوندروسايت، تتحول الى كوندروسايت، وبذلك يتكون عندي كارتليج. بالنسبه للفايبرز عندنا according to the type of the fibers we can classify the cartilage into three main types. First one اسميه elastic cartilage. Elastic cartilage. ومن اسمه elastic cartilage بمعنى آخر داخل matrix شنو عندي؟ يعني عم الفايبرز داخل matrix. Elastic fiber. Elastic fibers. عندي elastic fiber داخل matrix. نقول fibro cartilage. إذا هنا تتواجد كمية كبيرة جدا من يا نوع من الفايبرز. كولاجين فايبرز. تذكرون الاسبوع الماضي اخذنا الفايبرس دينس فايبرس كونكتيف تيشو اللي هو كان شنو هنا؟ دينس فايبرس كونكتيف تيشو الاستيك التندون. التندون اللي هو قلنا عباره عن دينس ريجولار فايبرس كونكتيف تيشو، بمعنى اخر موجوده ببارلل فايبرز اوف كولاجين او بارلل كولاجين فايبرز. نحن من تتواجد هنا parallel fibers of collagen fibers بمعنى آخر fibrous tissue، بس من تتواجد بيناتهم كوندروسايت، من تتواجد بينات هاي الفايبرز كوندروسايت، إذن راح يتحول من fibrous tissue أو fibrous connective tissue إلى fibrocartilage. إلى fibrocartilage. النوع الثالث من الكارتليج اللي هو عبارة عن الهايلين كارتليج، والهايلين كارتليج داخل الماتريكس ما راح اشوف فايبرز، داخل الماتريكس ما راح اشوف لا الاستيك فايبرز اللي شفتها بالاستيك كارتليج، ولا كولاجين باندلز اللي شفتها بالفايبرو كارتليج. داخل الماتريكس هنا يتميز بوجود فاين كولاجين فايبرز، فاين كولاجين فايبرز. هذه الريفلكس مالتها سيم تو ذا ريفلكس اوف ذا جراوند سبستانس، نفس الريفلكس او الانعكاس اللي ياخذه الجراوند سبستين، فما تظهر بالصبغات ككولاجين فايبرز، وفلذلك بما انه ما تظهر داخل الماتريكس فلذلك سميه بالهايلين كارتليج. هايلين كارتليج. نبدي بالهايلين كارتليج. كل كارتليج راح نعرف وين موقعه بالنسبه للامبريو والادلت. بالامبريو طبعا هنا انا دائما نذكر الهايلين كارتليج، بالامبريو دائما نذكر الهايلين كارتليج. الهايلين كارتليج بالامبريو all the skeleton of the embryo. السكيلتون مال الامبريو، كل السكيلتون مال الامبريو اذا كانت الابر لمب، اذا كانت اللور لمب، اذا كان الفيرتبرال كولومن، اذا كانت الابر واللور جو، اذا كانت البيز اوف ذا اوكسيبت فقط. بيز اوف ذا اوكسيبت يعني الكرانيال كافيتي لامانه اول ما يكون هو يكون بون. إذا هنا كل السكيلتون اوف ذا امبريو عدا الفلات بونز، عدا الفلات بونز المودلز مالتها هي عباره عن هايلين كارتليج. إذا الامبريو او السكيلتون اوف ذا امبريو كلها عباره عن هايلين كارتليج. بالادلت هنا الهايلين كارتليج بالنسبه لدول البونز اللي كانت هايلين كارتليج،
يبقى من عندها الارتكولار سيرفيس، يبقى من عندها الارتكولار سيرفيسز. من اخذت الجوينت عرفت شنو معنى الارتكولار سيرفيسز. الارتكولار سيرفيسز هي عباره عن هايلين كارتليج. كذلك عندنا هنا كارتليج نسميه الميتافيسز، ميتافيسز اللي هو يسوي لي ريلونجيشن اوف ذا بون اوسو بيرزيست از هايلين كارتليج. هذا بالنسبه لللونج بون. اذا الارتكولار سيرفيسز، الميتافيسز، السكيلتون اوف ذا امبريو، هذا كلها هايلين كارتليج. كذلك عندنا نهاية الريبس بال سترنام، نهاية الريبس كذلك هنا تكون عبارة عن هايلين كارتليج. عندنا التراكيا ريسبيراتوري كانال، خلينا نبدي بالنوز، النوز كذلك بها هايلين كارتليج. اللارنكس بهالمكان هذا بها هايلين كارتليج، وكذلك إلاستيك. هسه نجي نتطرق لها، من نتطرق للإلاستيك كارتليج، بس هي الثايرويد كارتليج والكريكويد كارتليج بيور هايلين كارتليج. الرينجز مال التراكيا، التراكيا هذا اللي إذا شايفين المعلاق التوبيلر بارت هذا سيجمنتد، كل سيجمنت بها كارتليج. كذلك حتى داخل اللانج عندي كارتليج داخل البرونكاس والبرونكيول. إذن الهايلين كارتليج موجود في مكانات أدى بالنسبة للهيومن بادي بالأدلت بالأرتكولار سيرفيسز، الميتافيسز، كذلك النوز، اللارينكس، قسم من اللايرز أو الكارتليج أوف ذا لارينكس، التراكيا، البرونكاي، الأرتكولار سيرفيسز أوف ذا بون، الميتافيسز أوف ذا بون، نهاية الريبس، هذا كله عبارة عن هايلين كارتليج. نضيف الهنانة بالإمبريو قبل 12 weeks of development، قبل 12 weeks of development the model of the skeleton within the embryo as a hyaline cartilage. هاي الموقع مالته بالنسبة لل human body. كيف structure الهايلين كارتليج؟ الهايلين كارتليج كيف structure surrounded by الهايلين كارتليج، يكون surrounded هذا الهايلين كارتليج، هذه مقطع بالتراكيا، هذه مقطع بالتراكيا. لاحظ هنا هذه كارتليج يسوي لي سبورت للتراكيا حتى ما تبقى، حتى تبقى مفتوحه، يسوي سبورت للومن اوف ذا تراكيا حتى تبقى مفتوحه بشكل سي شيب كارتليج. واللي قلنا قبل شويه بالتراكيا كذلك تكون هايلين كارتليج. الكتركيبه هيستولوجيكال ستراكشر بالهايلين كارتليج يكون سراوندد باي بريكوندريوم، كستراكشر يكون سراوندد باي بريكوندريوم. الكارتليج يكون surrounded by pericondrium وسمحاق الغضروف. البريكوندريوم هنا يتكون من 2 layer. البريكوندريوم يتكون من 2 layer، إذا كان للداخل وإذا كان للخارج يتكون من 2 layer. الأوتر layer هذه والإنر layer اللي تكون قريبة عن الكارتليج. الإنر layer اللي تكون قريبة عن الكارتليج والأوتر layer اللي تكون بعيدة عن الكارتليج. الأوتر لاير هي عبارة عن فايبرس لاير. الأوتر لاير هي عبارة عن فايبرس لاير. فايبرس لاير إذن بها كمية كبيرة من الفايبرس كونكتيف تيشو، يعني كولاجين باندلز أو كولاجين فايبرز وإلاستيك فايبرز. وظيفتها هنا بالإضافة للسبورت للكارتليج، بالإضافة للسبورت للكارتليج تحتوي لي على فايبروبلاست. ممكن هاي الفايبروبلاست تسوي لي سبورت. بالإضافة إلى ذلك تحتوي على the blood vessels أو the blood capillaries which give nutrition to the cartilage. هنا البريكوندريوم والفايبروس لاير تحتوي على the blood capillaries which give nutrition to the cartilage باعتبار الكارتليج avascular tissue. اعتبار الكارتليج avascular tissue، يعني الكارتليج هنا ما بي blood vessels، لذلك هنا شلون يتغذى الكارتليج؟ يتغذى من هاي الفايبروس لاير اللي موجود بها blood capillaries، وعن طريق هاي البلد كابلاريز يصير ديفيوجن، يصير ديفيوجن للماتيريال للأكسجين ويدخل إلى داخل الكارتليج. ليش؟ لأن داخل الكارتليج هنا أنا ما عندي أي بلد فيزلز، ما عندي داخل الكارتليج أي بلد فيزلز. هاي الأوتر لير اللي يسميها فايبرس لير هم تنطي سبورت وهم تنطي نيوتريشن، هم تنطي نيوتريشن عن طريق الديفيوجن. الانر لير من البريكوندريوم أسميها السيريلر لير، هذه الانر لاير من هنا الى هنا، هذه او من هنا الى هنا، هذا الجزء بالداخل اسميها سيلولار لاير، وهي عباره عن بولر لاير او كوندروبلاست.
عدد من اللايرز من الكوندروبلاست مصطفى بشكل متوازي او شلون نقول يعني فرل اللاير. هذه الفايبروبلاست وظيفتها هنا تتحول الى فايبروبلاست كستراكشرال سيلز، تتحول الى فايبروبلاست تضيف لي ماده غضروفيه ويتحول الكوندروبلاست الى كوندروسايت، يعني تساعد في نمو الكارتلج عن طريق إضافة خلايا جديدة من الكوندروسايت، عن طريق إضافة خلايا جديدة هي نفس الفايبروبلاست تتحول إلى كوندرو سوري الكوندروبلاست تتحول إلى كوندروسايت. من تتحول إلى كوندروسايت راح تدخل من ضمن الماتريكس أوف ذا كارتلج. هاي الطريقة من الجروث للكارتلج اللي جاية من تراكم الكوندروبلاست حول الكارتلج وإضافتها إلى الداخل بتحويلها إلى كوندروسايت أسميها الأبوزيشنال جروث، أبوزيشنال جروث أو النمو التراكمي، أبوزيشنال جروث أو النمو التراكمي. الكوندروسايت هنا اللي تكونت من الكوندروبلاست لها قابلية للميتوتيك ديفيجن، لها قابلية للميتوتيك ديفيجن يعني لها قابلية تنقسم إلى خليتين متشابهة. هاي الخليتين أسميها الكوندروسايتس، وإذا تواجدت بنفس المكان أسميها أيزوجينس جروب أو أسميها سيل نيست، أسميها أيزوجينس جروب أو أسميها سيل نيست. قابلية الكوندروسايت للميتوتيك ديفيجن وإضافة خلايا جديدة، يعني الخلية تصبح خليتين والخليتين قد تصبح أربعة، الأربعة قد تصبح ثمانية، قسم من عندهم ينحطون بمادريكس وتنفصل وهم تبدي تنقسم، هم راح تضيف لي مادة غضروفية جديدة إلى داخل الغضروف. هاي عملية النمو بهذه الطريقة الميتوتيك ديفيجن أوف كوندروسايت أسميها الانترستيشيال جروث، أسميها الانترستيشيال جروث. إذن الجروث أوف ذا كارتليج راح يصير بطريقتين، الطريقة الأولى هي إضافة خلايا غضروفية من الأرومات الغضروفية من اللي محيطة بالكارتليج وهذه أسميها الأبوزيشنال جروث، والطريقة الثانية هي نتيجة انقسام الخلايا الغضروفية أو الكوندروسايت وتكوين خلايا جديدة داخل الكارتليج وهنا أسميها الانترستيشيال جروث. طبعا هنا كل ما دخلت الخلايا الغضروفية أو الكوندروسايت إلى الداخل كل ما يصير لها ماتوريشن، كل ما تكبر بالحجم بعد ذلك يصير لها ميتوتيك ديفيجن. قلنا وجود أكثر من سيل داخل، طبعا هنا كل سيل داخل موجوده داخل لاكني، كل سيل تتكون تحيط نفسها بماتريكس وموجود به كوندراكتين، وهذا الكوندراكتين يسوي لي الماتريكس كسيمي سويل سبستانس. فلذلك هنا تواجد الخليه هذه راح يصير داخل ما يسمى باللاكني. من يصير بها انقسام يصير اكثر من خليه داخل اللاكني بدايه تكون الانقسام، أكثر من خلية، قد تكون خليتين وقد تكون أربع خلايا أو قد تكون ثمان خلايا، من تكون هنا بنفس الخلايا داخل اللاكني أسميها الأيزوجينس جروب، أسميها الأيزوجينس جروب أو أقدر أسميها السيل نيست، سيل نيست أو عشاش الخلايا. إذا نسأل الخلايا اللي موجودة بالكارتليج نوعين، النوع الأول كوندروبلاست واللي هي راح تكون الكوندروسايت، النوع الثاني من الخلايا اللي هي الكوندروسايت واللي هي لها قابلية للانقسام إلى خلايا جديدة من الكوندروسايت. طبعاً الكوندروسايت هنا لها قابلية للسينثيسيس أوف ذا بروتين، فلذلك هنا تظهر الكوندروسايت بسترونج بيزوفيليك ستينينج لوجود كمية كبيرة من الرف إندوبلازميك رتيكولا. الماتريكس هنا الماتريكس هي عبارة عن لايكوزيمين غلايكانز، هنا تضاف إلها مادة الكوندراكتين، مادة الكوندراكتين سلفيتد نيوكوبوليسكرايد هنا داخل الماتريكس، لذلك تظهر هنا بثيميثويل سبستانس. الفايبرز قلنا
هي اللي راح تصنف لي الكارتليج الى 3 تايبس، الهايلين كارتليج والالاستيك كارتليج والفايبر كارتليج. اذا هم تتواجد عندي هنا فايبر داخل الماتريكس، فاذا كانت فاين فايبرز والريفلكس مالتهم سيم تو ذا ريفلكس اوف ذا ماتريكس اسميه هايلين كارتليج، واذا كانت الفايبرز من نوع الالاستيك فايبرز اسميها الالاستيك كارتليج، واذا كانت باندل اوف كولاجين فايبرز اسميه فايبرو كارتليج. الهايلين كارتليج عرفنا النيوتريشن مالتها عن طريق البيريكوندريام، الفايبرس لاير اوف البيريكوندريام، عرفنا طريقه الانقسام مالتها او طريقه الجروث مالتها، البوزيشنال جروث من الكوندروسايت والانترستيشيال جروث عن طريق انقسام الكوندروسايت بالميتوتيك ديفيجن. عرفنا تركيبتها الكوندروسايت والكوندروبلاست داخل البيريكوندريام، والكوندروسايت كل ما دخلت الى الداخل يصير لها ماتوريشن والى قابليه وانقسامها وتكوين السيل نست او تكوين الايزوجينس جروب اوف كوندروسايت ماتريكس كذلك، والفايبرز ويتش بريزنس وذن ذا ماتريكس. هاي بالنسبه للهايلين كارتليج، مكانها تواجدها، ممكن احد يعيد لي مكان تواجد الهايلين كارتليج؟ دكتور موجوده باللارنكس بالنويز بالاير وبالتراك يا دكتور. عافية. تراكيا بالبرونكس داخل اللانج. برونكس داخل اللانج. نعم مو اللانج. برونكس داخل اللانج. نعم. قسم من حيات الأطلاق. قسم من اللارنكس. End of the شنو؟ دكتور نهايات الأطلاق. نهاية الريبس within the sternum كذلك هايلين كارتليج. بالإمبريول سكيلتون of the embryo. في السكيلتون اوف ذا امبريو هم يكون عباره عن هايلين كارتليج. هذا بالنسبه للهايلين كارتليج. فاذا عرفنا الميتافيسز ابون دكتور في الميتافيسز باللونج بون، طبعا هنا الميتافيسز يعني بس ارجع على الميتافيسز. الميتافيسز هي يعني تذكرون قبل شوي قلنا السكيلتون اوف ذا امبريو هو كان هايلين كارتليج. من تبدي من يبدي هنا اوسيفيكيشن سنتر يعني تحول الكارتليج الى يعني كان هايلين كارتليج. من يبدي هنا يتحول الكارتليج الى بون راح يصير اوسيفيكيشن سنتر بالوسط، واوسيفيكيشن سنتر بكل طرف، يعني ناصر اوسيفيكيشن سنتر، ناصر اوسيفيكيشن سنتر بالبروكسيمال والديستال اكستريميتي، وكذلك بوسط البون يصير ب اوسيفيكيشن سنتر. يتحول هنا الكارتليج الى بون ويستمر بالنمو، وكذلك بالاكستريميتيز هنا يتحول الكارتليج بون الى يستمر الى نمو. فالمكان اللي بين البروكسيمال والديستال والمكان اللي بين الديستال سوري بين البروكسيمال والبودي والمكان بين البودي والديستال هنا راح يبقى كارتليج اسميه الميتافيسز، اسميه الميتافيسز او يسموها الابيفيزيال ديسك لان موقعها بالابيفيزيال بارت، يسموها ابيفيزيال ديسك. شنو هاي الابيفيزيال ديسك؟ الابيفيزيال ديسك هي كارتليج متبقي من الهايلين كارتليج مال الامبريو، ويستمر هنا من يعرف يستمر الى يمتى وبعدين يتحول كليته الى بون. ان البلوغ دكتور عافيه تقريبا بال 19 بال 20 هذا يتحول يصير بون دكتور عافيه، يتحول كليته يصير بون. فلذلك هنا أنا بال 19 وال 20 بعد يقول لك هذا الشخص شي يصير بيه بعد يطول لو ما يطول؟ بعد ما يطول. ليش؟ لأن تحول كل الميتافيسز إلى بون، كل الميتافيسز إلى بون. فإذا الميتافيسز هو جزء متبقي من الهايلين كارتليج اللي مال السكيلتون داخل اللونج بونز، خاصة اللونج بونز بين البروكسيمال والشيفت وبين الشيفت والديستال اكستريميتي، وهذا يساعدنا ب إضافة بون أو بون ماتيريالز من الكارتليج، وهذا نأخذ إن شاء الله بالأسبوع القادم بنأخذ development of the bone من intracartilaginous bone development. بس قلت أنا intracartilaginous يعني كارتليج تحول إلى بون، أنا أخذ إن شاء الله بالأسبوع القادم. إذا هسه عرفنا شنو معنات الميتافيسيس أو يسموها الإبيفيزيال ديسك. ليش يسموها إبيفيزيال ديسك؟ لأن موقعها بالإبيفيسيس of the bone، وهي عبارة عن هايلين كارتليج. من شاطر يقول لي name the structure at or name the tissue at the end of the pointer. name the tissue at the end of the pointer.
name the tissue at the end of the pointer. Squamous local ulnar. نعم. Squamous local ulnar. Pseudo low simple columnar. Simple columnar من تشوف أسد باعي هنا أنا layer مال nucleus وهنا أنا layer مال nucleus وهنا أنا layer مال nucleus صح لو لا هنا أنا layer مال nucleus وهنا أنا layer مال nucleus وهنا أنا layer مال nucleus من نشوف more than one layer of nucleus شو نقول عليه هذا اللي بفيليا pseudo columnar epithelia. زي ما نقول لكم name the tissue at the end of the pointer. Simple squamous. Squamous. Flat cells. Flat cells. وموجودة بالblood vessels. دول نفسهم هذه أو هذه. موجودة line the blood vessels. Simple squamous epithelia. نفسها هذه ونفسها هذه simple squamous epithelia نفسها ذولا هذا كلها blood vessels هذا أو هذا أو هذه أو هذه أو هذه كلها عبارة عن blood vessels تختلف إذا كان artery وإذا كان vein بس cell which line the blood vessels إذا كان vein وإذا كان artery وإذا كان small artery وإذا كان small vein lined by simple squamous epithelia flat bones شوفوها flat bones وconnect to each other by these mesenchymes line the blood vessels على العموم زين name the structure at the end of the pointer كوندروسايت بس هنا من تتواجد اكثر من كوندروسايت داخل اللاكونيشن نسميها ايزوجينس جروب او نقدر نسميها cell nest cell nest اعشاش خلايا كوندروسايت يا صحيح كوندروسايت بس هنا من تتواجد بس واحد هنا هذه 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 اقول عليه كوندروسايت بس من تتواجد اكثر من خليه من تتواجد اكثر من خليه داخل اللاكني صح هي كوندروسايت بس كتركيب متكامل من هذه اسميها cell nest او ايزوجينس جروب يعني يا سنانة لحظة هاي اللاكني مثلا موجود بها كم كوندروسايت تقريبا أربعة هذه بها شقد بها اثنين هذه بها وحدة من وحدة تكون أسميها شنو كوندروسايت بس من أشوفها اثنين وفوق أسميها الأيزوجينس جروب أو أسميها السيل نيست أيزوجينس جروب أو أسميها السيل نيست عرفنا هسه هاي لينكات ليش كتركيب كموقع كجروث كنيوتريشن عرفناها ولا ما عرفناها طبعا الكارتليج هو الكارتليج هو الكونكتيف تيشو الوحيد بالجسم اللي يكون افاسكولار تيشو الكارتليج هو الكونكتيف تيشو الوحيد بالجسم اللي يكون افاسكولار تيشو بمعنى اخر ما موجود به اي بلد فيسلز زين شلون ما ياخذ النيوتريشن مالته هسه حكيناها شلون ياخذ النيوتريشن اذا ما بي بلاك عافيه عن طريق الفايبروس لاير اوف ذا بيريكوندريوم اللي تتواجد بها بلاك كابيلاريز وعن طريق هاي البلاك كابيلاريز يصير ديفيوجن اوف ذا نيوتريشن وديفيوجن اوف اوكسجين والكربون داي اوكسيد بين ذا سيل اند ذا كابيلاريز نعم لاحظوا هنا ممكن عادي عفوا للماتريكس دكتور للماتريكس cartilage the matrix of the cartilage the matrix of the cartilage هنا تكون تتميز عن الماتريكس of the other type of the connective tissue بأنه تكون semi-soil يعني شبه صلبة ليش؟ لأن هنا موجود بها السلفيتد ميوكوبوليسكرايد سلفيتد ميوكوبوليسكرايد او خلينا نقول موجود بها كذلك مادة الكوندراكتين موجود بها الكوندراكتين هاي المواد راح تؤدي لي الى
تكوين او خلينا نقول الهيئه مال الماتريكس تكون سيمي سوليد. اضافه الى ذلك طبعا الماتريكس تتواجد بها الفايبرز اللي هي تختلف من كارتليج الى كارتليج، اذا كانت هايلين واذا كان الاستيك واذا كانت فايبرو كارتليج. الكوندروسايت، لاحظوا معنا الكوندروسايت باللايت مايكروسكوب تاخذ سترونج بيز زوفيليك ستيننج، سترونج بيز زوفيليك ستيننج. دائما السترونج بيز زوفيليك ستيننج بمعنى اخر تتواجد بها كميه من الرايبوزومز على الرف اندوبلازميك ريتيكولم، كميه من الرايبوزومز على الرف اندوبلازميك ريتيكولم، لذلك تنطيها هذه الصبغه اللي هي البيز زوفيليك ستيننج اوف ذا سيل. النوع الثاني من الكارتليج اللي هو الإلاستيك كارتليج، الإلاستيك كارتليج. الإلاستيك كارتليج كموقع للإلاستيك كارتليج، وين يتواجد الإلاستيك كارتليج؟ يتواجد في قسم من الكارتليج of the larynx، يعني اللارينكس اللي هي الأنجرة بها 9 كارتليج. من ضمن هاي 9 كارتليج الإبيغلوس كارتليج، من ضمن هاي 9 كارتليج الإبيغلوس كارتليج. والإبيغلوس كارتليج هذا سينجل كارتليج، هو as a type of elastic cartilage. الإبيغلوس كارتليج هو as a type of elastic cartilage. إضافة إلى جزء من الفرنكوليت كارتليج، جزء داخل اللارينكس هم يكون إبيغلوس، سوري هم يكون elastic cartilage. الأوركل of the ear أو الإكسترنال ear، الأوركل of the ear أو الفنة of the ear، كذلك هنا تكون من نوع الإلاستيك كارتليج. الإلاستيك كارتليج يشبه بالنيوتريشن، بالجروث، بالستركتشر يشبه الهايلين كارتليج. نيوتريشن، الجروث إذا كان أبوزيشنال جروث أو إذا كان انترستيشيال جروث يشبه الهايلين كارتليج. الاختلاف عن كل ما هنالك بالستركتشر، داخل الماتريكس يتواجد عندي فاين سينجل برانش فايبرز، هذه الفاين سينجل برانش فايبر اسميها الالاستيك فايبر، وهذه الالاستيك فايبر هي اللي نطت الاسم او التسميه للكارتليج كالاستيك كارتليج. اذا هنا هسه هذه الاوتر لاير اوف ذا بيريكوندريوم الفايبرز، وهذه البارلل سيلز للكوندرو، يا كوندرو نا كوندروسايت لو كوندرو بلاست. كوندروسايت دكتور بالداخل الكوندروسايت، بس بال لا بنتي هسه هذه فايبرس لاير بالبريكوندريوم، وهنا عندي كوندروبلاست، كوندروبلاست بالداخل دول كلهم كوندروسايت. اذا هسه دول كلهم كوندروسايت، وكوندروسايت موجوده داخل اللاكينيز، وهنا البارلل سيلز داخل البريكوندريوم اسميها كوندروبلاست، اسميها كوندروبلاست. قلنا هنا كستركتشر الكوندروسايت اذا كانت سنجل واذا كانت ملتيبل سيلز داخل اللاكن الوحده اللي سميناها سيل نيست نتيجه الميتوتيك ديفيجن، يعني كجروث الابوزيشنال جروث موجود والانترستيشيال جروث كذلك موجود. الابوزيشنال جروث من الكوندروبلاست تضاف كوندروسايت، والانترستيشيال جروث من الميتوتيك ديفيجن اوف ذا كوندروسايت كذلك تضاف ستركشر للكارتليج. قلنا الاختلاف الوحيد هو بالفايبرز كذلك باللوكيشن طبعا نفس اللي حكينا عنها، بس كستركشر هيستولوجيكال ستركشر الماتريكس تتواجد بها الالاستيك فايبر، فلذلك سميها بالالاستيك كارتليج. النوع الاخير من الكارتليج هو الفايبرو كارتليج، الفايبرو كارتليج. الفايبرو كارتليج موجود في مكانات محدده جدا باليومن بودي، الموقع الاول اللي هو بين الفيرتبري، بين الفيرتبري اللي نسميه انتر فيرتبرال ديسك، الانتر بين الفيرتبري نسميه الانتر فيرتبرال ديسك، وكذلك موجود في مكان اتصال التندون مع البون، تندون من يتصل التندون مع البون، هذا المكان الاتصال قد يتحول من تندون. شنو هو التندون؟ من يعرف شنو معنى شنو التندون هيستولوجيكالي؟ تندون
دنس ريجولار من يانا الكونكتيف تشو دنس ريجولار فايبرس عافية عليك دنس ريجولار فايبرس كونكتيف تشو. فهذا دنس ريجولار فايبرس كونكتيف تشو اللي كتندون من يتصل مع العظم تتواجد هنا بين التندون او بين الكولاجين فايبر او الفايبرز تتواجد هنا روز او صفوف او روز يعني صفوف خلينا نقول صفوف من الكوندروسايت. من تتواجد صفوف من الكوندروسايت بين الكولاجين يتحول هنا الفايبرس كونكتيف تيشو الى فايبروكارتج الى فايبروكارتج. فاذا تركيبه الفايبروكارتج هو وجود كميه كبيره جدا من الفايبرس كونكتيف تيشو وبيناتهم روز اوف كوندروسايت روز اوف كوندروسايت. لاحظوا ان هذا اللون الاحمر هو كولاجين باندلز كولاجين باندلز بارلل باندل اوف كولاجين باندلز. هاي من تتواجد بس وحدهم نسميه دنس ريجولار فايبرس تشو. بس من تتواجد بيناتهم هنا هذه روز اوف كوندروسايت بين الكولاجين باندلز راح يتحول هنا الدنس فايبرس كونكتيف تشو الى فايبرو كارتج الى فايبرو كارتج. مكاناتهم هنا قلنا بالانترفيرتيبرال ديسك بين الفقرات وكذلك مكان اتصال التندون مع البوند. ميزات هذا الكارتليج يكون without pericondrium ما موجود هنا أي pericondrium. يعني تذكرون بالإلاستيك كارتليج هنا موجود pericondrium بالهايلين كارتليج كذلك عندي pericondrium. بالفايبرو كارتليج لا هنا absence of pericondrium ما عندي أي pericondrium. أنا ما دام ما عندي بريكوندريوم إذا ما عندي فايبروس لاير ما عندي فايبروبلاست. كل ما عندي هو عبارة عن كوندروبلاست. ما عندي بريكوندريوم إذا ما عندي فايبروس لاير ولا عندي كوندروبلاست. اللي عندي كوندروسايت بين الباندل أوف كولاجين فايبرز. النيوتريشن طبعا هنا ما دام أكو كولاجين فايبرز إذا لازم يتواجد بيناتهم بلاد كابلاريز والكوندروسايت عن طريق الديفيوجن تاخذ للنيوتريشن عن طريق الديفيوجن كذلك. بس مو من البريكوندريام وانما من الفايبروس لاير اللي موجود حول الستركتشر اوف ذا كوندروسايت. كده مكان تواجدهم كذلك للكولاجين للفايبروس او الفايبروكارتليج بالانترفيرتيبرال ديسك وكذلك بالمكان اتصال التندون مع الفايبروس. دكتور نعم بلازحم عليك بس عيد البيش يمتاز نعم دكتور بيش يمتاز الفايبرو كارتليج الفايبرو كارتليج اول شيء يمتاز بعدم وجود البريكوندريوم ما عندي بريكوندريوم يعني الالاستيك كارتليج إذا كان هذا إلاستيك كارتليج هذا جزء من الإلاستيك كارتليج يجيك هنا مؤشر شو اسمي هذا اسميه بريكوندريوم يجيك هنا مؤشر شو اسمي هنا بريكوندريوم صح لو لا بس إذا أشير لك هنا شو اسمي هذا بريكوندريوم نفس الشيء بالنسبة للهايلين كارتليج الهايلين كارتليج كذلك إذا من الداخل وإذا من الخارج surrounded by pericondrium. هذا البريكوندريوم هو اللي given nutrition إلى fibrous layer وهو اللي structure يسوي لي structure تحول الكوندروبلاست اللي موجودة داخله إلى كوندروسايت. هذا سميه بريكوندريوم. هذا البريكوندريوم إذا كان موجود بالهايلين كارتج وكان موجود بالإلاستيك كارتج ينفقد بالفايبروكارتج. هاي الإلاستيك كارتج هذا بريكوندريوم. هذا إلاستيك كارتليج بس هذه هم بريكوندريوم. الهايلين كارتليج شفناها سراوندد باي بريكوندريوم بس بالنسبة للفايبرو كارتليج هاي بين الديسك بين الفيرتبرال داخل الفيرتبرال ديسك ما يكون محاط بأي بريكوندريوم ما يكون محاط بالبريكوندريوم. كستركتشر
هو عبارة عن طبعاً الناناكستركتشر هو عبارة عن كولاجين باندلز، وإننا ما شفناها لا بالهايلين كارتليج ولا شفناها بالإلاستيك كارتليج، هو كولاجين باندلز. وبين الكولاجين باندلز رو أوف كوندروسايت، رو أوف كوندروسايت، صفوف من الكوندروسايت، هذا صف، هذا صف ثاني، هذا صف آخر من الكوندروسايت. فوجود الصفوف من الكوندروسايت between the كولاجين باندلز خلت الكل هذا المكان يتحول من فايبروس تيشو، اذا هو منطقه تحول من فايبروس تيشو الى فايبرو كارتج، الى فايبرو كارتج. انا ذكرت بعد امس طالبه سالت الفايبرو كارتج، ذكرت هناك يعني مو فقط هاي المكانات، يعني بعض المكانات هي supported by connective tissue. يعني هسه مثلا الهارت، الهارت هو عبارة عن endocardium ومايوكارديوم وابيكارديوم connective tissue ومسلز. بس الهارت شنو السكيلتون مالته؟ السكيلتون مال الهارت يعني اللي يخليه بهالشكل هذا ودائما يعني شكله الاعتيادي كventricles وكاتيريومز، اللي يخليه بهالشكل هذا اكو ما يسمى بالكاردياك سكيلتون. كاردياك سكيلتون، والكاردياك سكيلتون هي عباره عن كولاجين باندلز، دنس ريجولار كونكتيف تيشو اوف كولاجين باندلز، اسميه كاردياك سكيلتون. يعني معناته السكيلتون مو شرط الكارتليج او بون، السكيلتون مو شرط كارتليج او بون، قد يكون السكيلتون مثلا اللي يحافظ لي على شكل الاورجان المحفظه الكابسول. الكابسول لا هي كارتليج ولا هي بون، هي عبارة عن دينس كونكتيف تيشو لاير. الهارت كذلك هنا الكاردياك سكيلتون، وهذا ناخذه بالتفصيل بمرحلة ثانية. الكاردياك سكيلتون هي عبارة عن كولاجين باندلز أو فايبرز أو كولاجين فايبرز، هي give support to the muscle of the heart، تنطي يعني supporting، تسوي له سكيلتون للهارت. بس من يصير مثلا الهارت باشخاص كبير يعني حجمهم كبير وزنهم كثير يعني هنا الهارت بعد الكولاجين فايبرز ما تكفي كسكيلتون، الكولاجين فايبرز ما تكفي لهذا الهارت كسكيلتون، فيبدي يتحول الفايبرس تيشو اللي موجود هنا بالهارت، اذا كان الهارت كلش كبير يتحول من فايبرس تيشو الى شنو؟ الى فايبرو كارتليج، حتى يعطيني سبورت اكثر، الى فايبرو كارتليج، وها خاصه من يكون الهارت حجمه اكبر من الطبيعي. يعني بالمناسبه هنا بالاوكس البول، يعني الثيران او الاوكس، الاوكس الهارت مات، يعني قسم من الاوكس قد يصل وزنهم الى 700 او 1000 كيلو، هذا الهارت مات يكون كلش كبير، كلش كبير. فمع زياده حجم الهارت الفايبرس تيشو يتحول الى شنو؟ الفايبرس تيشو يتحول الى فايبروكارتليج، عافيه. والفايبروكارتليج مع زياده الحجم خاصه بالكبيره كلش بالحجم يتحول الى بون، واذا تحول الى بون يسموه الاوسكارديا، اوسكارديا. يعني تصور انت اكو بون داخل الهارت، اي اكو بون داخل الهارت خاصه بالخلايا كبيره بالحجم حتى يسوي سبورت، هذا يسموه الكاردياك سكيلتون. الكاردياك سكيلتون يعني هو كان فايبرس تيشو كولاجين فايبرز فقط، بعدين يتحول كل ما احتاجين سبورت اكثر يتحول الى شنو؟ يتحول الى فايبرو كارتج. وهذا الجزء موجود وين؟ هذا الجزء موجود بالهارت اذا كان كبير بالحجم، وموجود مكان التندون من تتصل مع البون، وكذلك موجوده بالانترفيرتبرال ديسك او الاقراص بين الفقرات. الميزه الثالثه للكارتج، بما انه ماكو عندي بريكوندريام، ماكو عندي كوندروبلاست، النيوتريشن مالته راح يصير من البلد فيزلز اللي مترافقه مع الكولاجين باندلز، من البلد فيزلز اللي مرافقه
يعني انا من اقول لك الفايبروكارد اللي يجي يتغذى من البريكوندريوم، صح لو غلط؟ انا عندي خاصيه بالكارتليج، هو الكارتليج يتغذى عن طريق البريكوندريوم. ما انا حكيت هالحكايه قبل شويه؟ صح دكتور. بس من اقول فايبروكارتليج يتغذى عن طريق البريكوندريوم، صح لو غلط؟ غلط هنا دكتور. غلط ليش؟ دكتور لان ماكو بريكوندريوم بالفايبروكارد. ماكو عندي بريكوندريوم والفايبروس لاير وكذلك السيلولر لاير اوف ذا بريكوندريوم. نعم. الجزء الاخير من المحاضره هي البون، والبون يعني المرحله او الجروب اللي قبلكم بس بدينا بها، انتم ما راح نبدي بها نهائيا، نخليها على الاسبوع القادم ان شاء الله. اكو سؤال؟ اكو استفسار؟ نعم دكتور. يعني بالنسبه للبون، يعني باقي لنا محاضره واحده، راح ناخذ البون وراح ناخذ المسلز، راح ناخذ البون والمسل ان شاء الله بالاسبوع القادم، او الماسكولار تيشو ك نيرفوس تيشو راح نخليه للمرحله الثانيه، لانه راح ناخذ سيستم كامل اسمه نيرفوس سيستم، والبلاد هم راح ناخذه بالمرحله الاولى، لان راح ناخذ بالمرحله الثانيه سيستم اسمه الهيماتوبويسيس. الهيماتوبويسيس ما نفهمه اذا ما نفهم شنو معنات البلاد، فلذلك راح يتكرر عليكم بالمرحله الثانيه. فاذا البلاد اند هيماتوبويسيس راح اخليه على المرحله الثانيه او الصف الثاني، النيرفوس تيشو كذلك راح نخليه على الصف الثاني او المرحله الثانيه. الاسبوع القادم فقط راح ناخذ البون ككونكتيف تيشو او كسبورتنج كونكتيف تيشو، وراح ناخذ الاذر تايب اوف ذا تيشو اللي هي ماسكولار تيشو، ماسكولار تيشو اذا كانت سموث واذا كانت كاردياك واذا كانت سكيليتال مسل فايبرز. نعم. استنى عفوا دكتور، المحاضره الاسبوع القادم راح تصير اخر محاضره لو شنو دكتور؟ والله ان شاء الله انا بالنسبه لي ان شاء الله اخر محاضره الاسبوع القادم بالنسبه للهيستولوجي، ان شاء الله اخر، بالنسبه لنا اخر محاضره الاسبوع القادم. شكرا جزيلا دكتور، ما قصرت. جيد دكتور، فهمت الطلاب بالنسبه للكارتج. بلال، بلال محمد ممدوح، بلال، بلال محمد ممدوح، حسن علي حسن. نعم دكتور. حسن تقدر تقول لي الإلاستيك كارتليج وين موجود بالهيومن بدي؟ الإلاستيك كارتليج؟ الإلاستيك كارتليج باللارينكس موجود؟ وين؟ باللارينكس. باللارينكس، عافية. يعني اللارينكس كلها إلاستيك كارتليج؟ اللارينكس بيها 9 كارتليج، واحد من عندهم بيور إلاستيك كارتليج اللي هو سميناه الإبيجلوس كارتليج، سميناه الإبيجلوس كارتليج، والثاني اللي هو جزء من الكارنيكوليت كارتليج. نعم. حسن طارق، حسن طارق أمين. نعم دكتور. زين هايلين كارتليج وين موجود بالهيومن؟ دكتور هايلين كارتج موجود بالامبريونيك بون، وموجود دكتور بهواي مواقع يعني مثل الفارنكس دكتور، مثل الكوستال بالامبريونيك بون. بالامبريونيك بون لو شو نقول عليها؟ هو كارتج سكيلتون اوف امبريون، سكيلتون اوف امبريون دكتور. موجود ايضا بالكوستال كارتليج، موجود ايضا بالكوستال كارتليج، موجود ايضا بال هواي مواقع، بالفارنكس دكتور، بال موجود بالناوز دكتور، موجود بال تريكيا، الارتيكولار سيرفيس، الميتافيزيس، سيرفيس الميتافيزيس دكتور. زيد، زيد حارث كامل. الفايبر كارتليج وين موجود؟ نافية. ليجمنت لو تندون، تندون عافية. ليجمنت هي إلاستيك، ليجمنت إلاستيك، تندون فايبرس، فلذلك من نقول فايبرو كارتج باعتبار الليجمنت هي إلاستيك. شلون إلاستيك؟ يعني ما يصير، بما أنه هو متحول بين الفايبرس تشو، إذن
نهاية أو attachment of the tendon within the bone أو insertion of the muscles within the bone. عافية. إسراء خليل. إسراء شنو الفرق بين الفايبرو كارتج عن باقي أنواع الكارتج؟ عافية. بعد يعني الفايبروس ايش اللي حوله عافيه، بس الميزه الرئيسيه بانه هي الماتريكس تتواجد بها كميه كبيره جدا من الكولاجين باندلز، او هو يعتبر متحول بين الكولاجين كونكتيف تيشو او الفايبروس كولاجين كونكتيف تيشو اند كارتليج او فايبرو كارتليج. ترى ممكن أحرك أكو صفوف من الكوندرو سايد. between the collagen fiber. ولا ليش سمينا لعد fibro cartilage؟ هو يسمى fibro لأنه المكونات الرئيسية هي عبارة عن collagen fiber. وسمي fibro cartilage موجود هنا الكوندرو سايد as arose between the collagen bundles. ثروة أحمد عبد الرزاق. الجروث لا دقيقة الجروث of the cartilage الجروث of the cartilage إيه كوندروبلاست يتحول إلى كوندروسايت هذا إيش سمينا هذا positional growth oppositional عافية oppositional growth أو تراكمي نوع ثاني عافية عافية الانترسيشيال growth الانترسيشيال growth يا إيناس أحمد عبود الانترسيشيال growth شلون يصير عافية نتيجة الميتوتيك division of the شنو كوندروبلاست لو كوندروسايت عافية of the كوندروسايت حسن طارق أمين لا مو حسن حسن فلاح زهراء حسين عبد الحاج زهراء على العموم إن شاء الله نكمل محاضراتنا الأسبوع القادم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.